سمي نوع من الطعام تشتهيه الحامل. دولمة. سمي شيء تحبه في عملك. أحبه في عملي؟ باس. سبباً يجعل الإنسان يتزوج شخص لا يحبه. العادات والتقاليد. قرار تتخذه في بداية كل سنة. أنه أخلي أهداف. شيء تشتريه المرأة بالخصومات. الملابس. سمي شيء تحبه في عملك. المكتب. برافو برافو. خمس إجابات فيها نوع من الدقة، بس لنشوف بجد حصلتي من علامات. خمس أسئلة، اعطيتيني خمس أجوبة، والسؤال الأول كان سمي نوع من الطعام تشتهيه الحامل. قلتي الدولمة، والدولمة جابت لك 10 نقاط. طبعاً يعني كان ممكن أنه يصعد الدرجات إذا تقولين مثلاً حلويات، حمضيات، أشياء الدولمة، أكل لحمة معينة تطلع، لذلك تطلع وحمة بجسم المرأة إذا ما تأكلها، خطر طبعاً جداً يعني الحامل لما تشتهيه. السؤال الثاني سمي شيء تحبه في عملك، ما جاوبتي قلتي باس، رجعت سألت لك إياها مرة ثانية قلتي المكتب، والمكتب جاب لك 5 نقاط. أكثر أشياء سمي شيء تحبه في عملك مثلاً الراتب، الزملاء، النجاح، المكتب، يعني هو المكتب اوريدي ضمن، لذلك الطوش 5 نقاط، ليس من الدرجات العالية. السؤال الثالث كان سببا يجعل الإنسان يتزوج شخص لا يحبه، وقلتي العادات والتقاليد، والعادات والتقاليد جابت لك 20 نقطة مهمة. لربما كان أكو أشياء أهم لا أحبه مثلا. وخلي نشوف السؤال الرابع، يقول قرار تتخذه في بداية كل عام، كل سنة، كان تحديد أهداف، وتحديد الأهداف 12 نقطة. ليش؟ لأنه عام، يعني شنو ممكن أن تحدديه برأس السنة، فد هدف معين مو أهداف، وهي أشياء كثيرة يعني خاصة بالإنسان، يعني أريد إنهاء علاقة، أريد أنقص وزني، إنهاء عمل، سفر، أي تغيير عادة سيئة، أكو أشياء عند الإنسان حياتية، تحديد أهداف، واو واي. فأخذت 12 نقطة. السؤال الخامس، شيء تشتريه المرأة بالخصومات، فأنت قلت الملابس، خلينا نشوف الملابس قد جابت النقاط. 18 نقطة، طبعا 18 نقطة، صار عندك 65، لا بأس.